أثبت العدو الصهيوني بأنه متفوق تكنولوجيا على حزب الله وإيران، وبالتالي يعني ننتظر رد، ولكن لا ننتظر ردا بمقدار الضربة التي مني بها الاثنان. طيب سيد أمين، دائما إسرائيل تتحدث عن هدف سوف يصعق حزب الله، يعني كيف سيكون الرد من قبل إسرائيل؟ يعني بالطبع هذه الخطابات المتبادلة، يعني ارتفاع وتيرتها هو مفهوم، لأنه أحسن يعني طريقة لأن تبرز قوتك وأن تصعد يعني وتظهر فعليا مدى قوتك، ولكن لا تستعملها، هذه قمة القوة، وهذا ما يحاولون الاثنين القيام به، ربما ارتداعا أو حتى لا ينزلقا إلى حرب فعلية، وهذا ما تقوم به أيضا إسرائيل. ولكن إسرائيل ترتكز على ما فعلته، يعني إن كان من عملية القائد شكر أو في عملية اغتيال هنية، هي تقول لهم بأن هاتان العمليتان هما مجاعتان، وبالتالي أستطيع أنا أن أدخل إلى العمق، عمق إيران وعمق حزب الله، بينما حزب الله أيضا يحاول عبر إرسال الهدهد أو هي المسيرة التي تصور المواقع، ولكن لا يضربها، وهنا يعني السؤال، لأنه فقط يحاول أن يقول للإسرائيليين أن تتوقفوا لأنني لا أريد أن يعني أستعمل هذا السلاح، الذي هو ربما إذا ما استعمله سوف ننزلق إلى حرب شاملة، وهي بالطبع سوف تكون حرب مدمرة، لا سيما على لبنان، لأن لبنان الحلقة الأضعف في هذه المعركة.